طيب اذا هاي زي ما حكيت هون بس هاي حتى تعرفوا هاي من وين اجت لانه ممكن في حالات معينه انا ما اعطيك هاي اعطيك عدد البولز تبعت المحرك والفريكوانسي الفريكوانسي تبعت السبلاي 50 هرتز اف بتساوي 50 هرتز عدد البولز 6 بولز بير فيز او 3 بيرز اوف بولز بير فيز اذا عندي صار 120 باف على بي 120 في 50 على 6 بتعطيني 1000 ار بي ام هذه السينكرونس سبيد مش الاي سينكرونس سبيد هذه السبيد اللي بلف عليها الماجنتيك فلكس في داخل المحرك لكن اللوب بسرعه بلف عليها المحرك اقل ب 1.5% اذا السليب زي ما شفنا قبل شوي بيساوي 1.5% هاي اللي بعطيني عليها الريتد طيب بدنا نبدا الان هلا نحسب الحسابات المختلفه بدنا نحسب اول شيء تي اللي ناتج عن الماسز او ماس واحده بالحاله هاي ما فيش عندي غير ماس واحده هون ايتا قديش اخذنا ايتا انا ما اعطيتكم ايتا ما حطيناها ايتا 0.85% وراح احط انا اف صب اف عشان اكد انها فورورد اذا هذه هون 85% الافشنسي تبعت الجير بوكس الفورورد افشنسي تبعت الجير بوكس اذا تي ماس بدها تساوي الان 200 كيلوغرام راح اضربه الان في جي راح افترض جي 10 عشان التسهيل بعدين راح اضرب في نص القطر اللي هو قديش نص هذا اعطاني التورك تبع الماسز at the low speed shaft ايش بدي اعمل فيه على the high speed shaft نقسم على ار جي مظبوط وبنقسم على انت فبعطيني 200 في 10 2000 2000 في نص 1000 1000 على 49 وعلى 0.85 24 نيوتن اذا يعني معنى ال 24 يعني انا اذا بدي امنع هذا اللود من انه يسحل لازم احط هون تورك على اللو سبيد شافت مقداره 24 نيوتن متر ال 24 نيوتن متر بحطه على هذا الشافت بكون عندي عادة ممكن يكون ميكانيكال بريك رح نحكي عن البريكس بعدين ميكانيكال بريك بمسك المحرك فبياثر عليه بالتورك مقداره 24 نيوتن متر لاحظوا هون كمان ميزه الهاي سبيد شافت البريك ما في حاجه احط بريك ضخم لاحظوا لو بدي احط قلت البريك هون ايش كان التورك اللي بده اياه اضرب في 24 اضرب في 49 24 في 49 1176 فكان بدي بريك ضخم هون مين احسن لي احط البريك بحطه على الهاي سبيد شوت بكون بريك اصغر بكثير ميكانيكال بريك انا بحكي ميكانيكال بريك على زومبرك يعني اذا هي عندي هاي 24 خلينا نحسب هلا اي ماسز اي ماس عندي 200 كيلوغرام راح اضربها في مربع الراديوس مظبوط مربع الراديوس اللي هو نص راح اقسمها على مربع ار جي اللي هو 49 وراح اقسمها كمان على ايتا مظبوط 200 اذا اضرب هلا 200 في نص تربيع على 49 تربيع وهذه 0.85 من الافشنسي تقسيم 49 تربيع في تقسيم 49 تربيع وبعدين مقسوم على 0.85 0.025 كيلوغرام متر سكوير هلا هذول طبعا كلهم هذول ريفيرد تو ذا هاي سبيد شافت وهذا ريفيرد او ريفلكتد تو ذا هاي سبيد شافت ايش كمان عندي لازم احسب عندي اي حسبنا اي هناك بدنا نطلع من اي بدنا نطلع الفا الاي شيف السؤال انا معطيها اي شيف تساوي 10 كيلوغرام متر سكوير المحرك بعرفش انا مش حاطط قيمه للمحرك المحرك ما خلينا نفترض انه اي موتور بتساوي 0.1 كيلوغرام متر سكوير اوكي عندي الاي صارت موجوده خلينا اول شيء احسب اذا الان احسب خلينا احسب الاي شيف اي شيف ريفلكتد تو ذا هاي سبيد شافت بتساوي I sheaf reflected to the high speed shaft اللي هي 10 بدي اقسمها على RG تربيع اللي هي 49 تربيع بدي اقسمها على الافشنسي اللي هي 0.85 ف I sheaf referred to the high speed shaft بتساوي 10 على 49 تربيع بتساوي
4.9 ملي كيلوغرام متر سكوير. عندي تبعت المحرك راح تضلها زي ما هي، فتبعت I motor referred to the high speed shaft no change بتضلها 0.1 كيلوغرام متر سكوير. مظبوط. ايش طلع لنا اشياء؟ طبعا هو المفروض في الواقع انا مش عارف المحرك، مش عارف المحرك اللي بدي اختاره، فكيف عرفت الشيء الاي تبعته؟ يعني بدنا نكون دقيقين، انا ما بعرف شو هي، لما اختار المحرك بعرف شو هي، بس انا حطيت قيمه هلا. ماشي فاهمين؟ فبدها تصير iterative process، بدي اجرب بس عاده هاي ما بتاثر كثير، يعني الطريقه الصحيحه اني افتش على المحرك المناسب، اطول الاي تبعت الروتر تبعته، وبعدين ارد اعيد الحسابات مره ثانيه. هاي صار عندنا كل هدول. ضل عندي اخر اشي هلا الفا at the high speed shaft بدها تساوي، بدي اخذ هلا A translational مظبوط اللي هي 0.05. ايش راح اعمل فيها؟ راح اخذ 0.05 واقسمها على على دي اس على 2 مظبوط، حتى احولها لرادينز بير سكند سكوير، كانت هي متر بير سكند سكوير، راح تصير هون رادينز بير سكند سكوير اللي هي 0.1 مش هيك مظبوط؟ او ما خلصناش هيك، بدي احولها لرادينز بير سكند سكوير على اللو سبيد شافت، بعدين بدي اضربها ب 49 مظبوط؟ فبصير عندي 0.1 مش هيك في 49 بتصير 4.9. تاكد بالله منها يا باسل، 4.9 رادينز بير سكند سكوير. اذا هي صارت عندي الفا جاهزه، عندي كل الايز جاهزات، راح اجمع الاي هاي مع هاي مع هاي مع عفوا هاي مع هاي مع هاي، راح يطلع عندي 3 ايز. عندي تي تبعت الماسز موجوده وجاهزه، بقدر اطلع الان تي دي. خليني امحي المنطقه هاي هون عشان نقدر نحل فيها. صار عندي اذا هلا تي دي بدها تساوي او تي دي ماينس تي ام 24 نيوتن متر تساوي، بدها تساوي الفا، والفا عندي 4.9 بالعشرة مضروبة فيه مجموع كل الايز. خليني اجمع كل الايز هون، اي ايكويفالنت هاي سبيد شافت بتساوي، بدي اجمع 0.025 زائد 4.9 ملي اللي هي 0.0049 زائد 0.1 من المحرك، فبيطلع معي 0.1، بعدين عندي 2 هون مظبوط، و5 و4 بتصير 9.9 اللي هي تقريبا 0.13. والله تأكد بس المظبوط انا جمعت هيك، بيطلع 0.93. لا تأكد مظبوط 0.025 زائد 0.0049 زائد 0.1 زائد 0.1 زائد 0.1 بتطلع 0.3. اذا هاي صارت عندي هلا هون 0.13، اضرب هلا 0.13 في 4.9 0.64 0.64. طلعوا الرقمين اللي فوق، رقم هاد والرقم هاد، هذا الرقم ناتج عن ايش؟ عن الاوت اوف بالانس ماسز مظبوط، هيك اللي هي التورك اللي ناتج عن الماسز. هذا عن ايش ناتج الرقم؟ عن الاكسلريشن مضروب في الانيرشا مظبوط. إذا لاحظوا هذا تأثيره أقل بكثير. هلا لو عملت كاونتر ويتنج، لو قدرت أعمل كاونتر ويتنج وما عندي ديد لود، بإمكاني أخفف من هذا وبزيد هذا، وأنا بكون كسبان لأنه هذا لسه صغير الرقم. فإذا قدرت أنزل هذا الرقم، هذا ما راح يزيد لنفس القيمة، فممكن يخفف. هاي أحد تفسيرات الكاونتر ويتنج، فوائد الكاونتر ويتنج هون بتخفف علي التور حتى لو زادت الإنيرشا إلى حد ما.